لكن ها ازاي؟ شو يعني تكون ممثلة إغراء؟ ولكن ايه ولكن؟ هيك ولكن شو يعني من وجهة نظرك انت شو يعني وقتها بيقولوا انه لانه انت سيدة جميلة بصير بيربطوكي بشخصية الانسان اللي في عندها إغراء؟ شو هو الإغراء يعني؟ بص، الإغراء أصلا دلوقتي في الزمن ده اتغير عن فكرة الإغراء أيام مثلا أبيض وأسود. شو اللي اتغير فيه؟ كل حاجة، مبقاش فيه رقي. يعني هند رستم مثلا كانت هي مثل الإغراء، والستات أنا قلتها قبل كده حتى بيحاولوا يقلدوها والراجل قاعد منبهر بيها. دلوقتي أفتكر أنه لو أي حد متعلم مثقف مخ متفتح شوية ما عندوش كبت، لو شاف إغراء بتاع اليومين دول هيشمئز، هيحس أن في حاجة رخيصة في الموضوع. فالإغراء